شباب حبيبي الصوت اوكي شباب؟ الو هوشا الصوت تمام يا اخواني؟ هلا حبيبي، هلا محمد، هلا عبد العزيز. فقدان الشهية وشراحة الاكل فجأة، اذا عم تستخدم محسنات اداء ممكن جدا. لا يا هوشا امور تمام يا حبيبي، بس صاحي من النوم مخبوص خبص بيقولوا. تحياتي يا اخواني من المغرب حبيبي. مساء الورد. داينابول 5 ميلي جرام فقط قبل التمرين، مفعول مؤقت بيوقف عمل الغدة، بيأثر على الغدة نعم، لكن ممكن بي سي تي ممكن لا، ممكن جسمك يكون ردة فعله خفيفة وممكن يحتاج بي سي تي خفيف، مش بقوة الهرمون ككورس كامل. تستخدم محسنات ممكن، وارد الأوكسي 50 الأندريول يعمل لك يوقف الشهية، وارد الأنافار. شباب الصوت، في صوت؟ صوت يا أخوان. تستيرون موضعي خرافات، نحن بنوزع مكان الحقن والسبب روتيت سايت اوف انجكشن عشان نخفف من التورمات، لكن ما له خص بالمكان اللي بتحقن فيه. زارع شعر ولا ميكس مينوكسيديل؟ لا انا زارع شعر، الهرمون ذبحه. اوكي امين، ان شاء الله بالليل بس اخلص من الجيم بكلمك حبيبي الغالي. صوت كويس. استعمال الاي جي اف 1 اذا كان موجود اي جي اف 1 اصلي افضل بروتوكول تستخدمه قبل التمرين. استخدام الانسولين وباخر فترة الانسولين صار ما يجوعك، صرت مالك نفس، هذا طبيعي، اي من الاعراض للإنسولين بعد استخدام فترة طويلة، جسمك بتكيف على الجرعة بتبطل حتى تحس بأعراض الهبوط، لازم تريح توقف وخلاص. سبب عدم تطور الجسم بالأوزان مع أنه الدوز منيح؟ لا، ثبت تمرينك، يعني حاول أنك شوف كيف تطور الأوزان، بدك تكون التمرين ثابت، يعني ما بصير تغير التمرين، تحط خطة تمرين، تحط نفس التمارين وترجع تعيد عليها، تمشي على هذا الموضوع 4 أسابيع على الأقل وتشوف أنت كل مرة هل عم بزيد الوزن ولا عم بزيد التكرار، وتشوف تقارن بين شدة تمرينك وأوزانك وبناء عليه بتحدد هل أوزانك عم تتحسن ولا لا. ما بصير تلعب بشكل عشوائي كل مرة تمرين، هي أول خطوة، وليس بالضرورة كل أسبوع لأسبوع يزيد وزنك، ممكن يزيد التكرار، يزيد توصل للفشل العضلي حتى لو ما زادت أوزانك. بدك تراقب، بتحط خطة تدريبية تمشي عليها وتشوف انت شو عم بتحسن عندك، هل القوة، هل الأوزان، وليس بالضرورة ها انه اسبوع عن اسبوع يزيد الوزن، المهم تأدي شدة التمرين بشكل صحيح. احسن وقت للجي اتش، افضل وقت صباحا، هذا رقم واحد. اذا الجرعة اكثر من جرعة، الوقت الثاني انا بشوفه ممكن قبل التمرين ممكن بعد التمرين، والوقت الثالث والأخير قبل النوم، لكن على الأقل قبل النوم بساعتين ثلاث، مش مباشرة قبل النوم. تمام يا شباب. هل ترهل الصدر معقول بيرجع بدون جراحة؟ وشنو الأسباب لأساليب شدة غير التمرين والكتلة العضلية؟ وشو رأيك بالمايكرو نيدلينج؟ هلا المايكرو نيدلينج رح تساعد بتحسن على الفترة الطويلة للصدر كألياف عضلية، الأفضل إشي لشد الترهل وزيادة الكتلة العضلية تمام، لكن تكرار ما تكرار هذا لا كله ما له علاقة، يكون ما زادت الكتلة العضلية يكون ما تحسن شكل الصدر. إذا ترهل خفيف تصبر عليه،
بياخد وقت، لكن ممكن ما تحتاج لعملية جراحية إلا إذا كان ترهل شديد. التي 3 حسب البروتوكول، بس أفضل إشي البروتوكول الهرمي بصراحة، لأنه تعامل معه جدا حساس. دكتور الجلدية ممكن حل مشكلة الأكني؟ أكيد طبعا، أكيد يعني ما تروح عليها، ممكن يقترح عليك الرواكتان الأيزوتروتينين، فأكيد بيحل لك مشكلة الحبوب. ترنبولون ترن نص ملي مرتين في الأسبوع لمدة 3 شهور، من ناحية المبدأ مش غلط، بس خلي الترن يكون إنافيت. أخذ ديكا فينيل أوكي بدون دستونكس، وأخذت استنازول محله بيزبط. هلا الاستنازول بيقلل من مستويات البرولاكتين، ممكن يكون في بالانس، فالإشي الوحيد اللي ممكن تعرف إنه ارتفع ولا لا عن طريق عمل تحليل البرولاكتين، لكن الاستنازول أو نحكي الوينسترول بيعمل بالانس من ناحية البرولاكتين، أو بيعمل بالانس إذا داخل شوي بالسايكل، ممكن تكون جرعة الدستونكس أقل، بس تحليل الدم هو اللي بيبين قديش الليفل. القوة والأوزان تحسنت، معناته أمورك تمام. إذا القوة تحسنت الأوزان معناته أمورك كويس. شو رأيك بالصامز؟ الصامز الناس اللي مش حابة تفوت عالم المحسنات أو الهرمونات، بديل جيد، لا مو نفس النتائج لكن يعتبر بديل جيد. حياك الله عمرو حبيبي، حبيبي يا أحمد نورك يا الغالي ميدو، حبيبي يا أحمد. حسيني هل الباثوي هل تمام دكتور، هل في باثوي يقدر الصيدلي يلتحق به يكون خصائي تغذية معتمد وحقيقي؟ ممكن اكيد تكون خصائي تغذية، ممكن بحيلك تقدم تعمل بكالوريوس، ما عندك اي مشكلة، فبتقدر، ما عندك مشكلة، بالعكس الصيدلي بتفتح لك مجالات تانية كتير، يعني مش بس تغذية، ممكن فارماكولوجي اكتر من اشي، بس حسب انت شو حاط براسك. التي 3 ما حتكلم فيها يا اخوان، بس هي الفكرة انها تكون هرمية، يعني هو شو الموضوع حساس انه جرعة غلط بتأثر على الغدة. ما هي فائدة CLA؟ CLA يا شباب اللي هو الكونجوكيتد لينك اسيد، مستخلص بذور الكتان. زمان كان في اعتقاد انها بتساعد على نزول الدهون وخصوصا بالخصر، لكن هي لا، هي تعتبر حمض دهني مفيد، ما لها فاعلية يعني بصراحة، يعني الدراسات أعطيتها حجم أكبر من الواقع. فقط تنصح استخدام الرواكتان أثناء السايكل في حال اللاعب صار عنده تهيج والحبوب عم تطلع بشكل هستيري بشكل كبير وبيأثر على الشكل؟ ممكن استخدم رواكتان، لكن ليس بالجرعة العلاجية حسب الوزن، بعطيه جرعة خفيفة جدا عشان انزيمات الكبد والمفاصل وعدة امور. هل لازم تعمل فحوصات قبل اخذ اول كورس؟ اهم فحص الحيوانات المنوية، ويفضل عشان تشوف امورك كيف قبل الكورس خصوصا لاول مرة. كورس مدته 7 شهور، اول 3 شهور ديكا تيستا وبولد، والباقي بولد بزبط اوقف من غير ما انظف. هلا بيعتمد، انا بشوف لا والله خد وقف، خد بي سي تي اذا انت محترف، وضع مختلف، لكن اذا انت مش محترف لا خد بي سي تي ريح جسمك. هل لازم عمل فحوصات قبل الكورس؟ حكيناها خصوصا الحيوانات المنوية، ممكن تكون عندك مشاكل بالعقم وانت ما بتعرف قبل الكورس. تيست بريمو اول كورس شو رايك من ناحيه السايد افكتس ونتائجه؟ ما نتائج ككورس اوكي بصراحه، نتائج بتكون مش قويه لانه بريمو بطيء، تمام. السايد افكتس غالبا تكون مسيطر عليها خفيفه.
تيست بولدينون 3 شهور بتتطور بتتطور. نعم. حسب خبرتك الفينيل ولا الديكانويت ديكا ديكا انو اخف كاعراض على الانتصاب؟ هلا ديكا درابولين والناندالون فينال بروبينات سريع وبطيء، هلا الاثنين راح ياثروا بالنهايه على الانتصاب، بتختلف من شخص الى اخر. فيش اشخاص ممكن خلال السايكل وفي اشخاص بعد السايكل، لكن ديكا ديك بسموها وارد الحصول، وارد الحصول زي الترمبولوم سموه ترندك، وارد جدا يصير في قلة في الانتصاب، عدم الصلابة، وارد وارد هذا الاشي، بدك تكون انت عارف وواعي لهذا الامور. اخذ 300 ملي تيست في اليوم، المفروض كم يكون فري؟ كتير ما بعرف صراحة حسب التحليل، بس 300 تيست باليوم كل يوم كتير صراحة. يعني ليش بتاخذ بالاسبوع؟ يعني ديش وزنك انت بتاخذ كتير وكتير بصراحة، ما نوصل هالجرعات. انا حاط في راسي تغذية دكتور وانا مؤهلي بكالوريوس صيدلي، هل البورد الامريكي في التغذية كافي؟ هلا ما بعرف اذا بيحق لك تقدم على البورد الامريكي كتغذية مباشرة من الصيدلي، ما عندي معلومة، بس اكيد يعني تخصص تغذية مو سهل، اذا بتكمله كبكالوريوس راح يفيدك. السامز MK667 في ناس بتتحسن الشهية عندهم، هلا بيحسن بقولوا من الجي اتش الطبيعي افرازه، بس انا ما شفت هذا الاشي بصراحة، لكن للشهية كويس. رأيك في بخاخات الشعر؟ اذا بلشت فيها لازم تكمل عليها، لانه مجرد ما توقف بخاخات الشعر بيرجع الشعر بيتساقط، فمجرد ما بديت بالمينوكسيديل مضطر انك تكمل عليه، ما بصير توقفه الا بالتدريج. شو الحال مع جسم ناشف بس وقت التضخيم بصير في ترهل؟ بدك تعمل كارب سايكل، ما دام بصير عندك ترهل يعني عم بصير في عندك احتباس سوائل، بدك تكون حاسب كمية الكارب. هل جي اتش في الصبح او قبل التمرين؟ حسب الجرعة تبعك، صباحا افضل اشي ممكن يتاخد، نعم ممكن اعطيه قبل التمرين. فرق الميكانيزم بين الجلوكوفاج والاي ال اي؟ في فرق كبير بينهم. طب تحكي جلوكوفاج علاج بيشتغل انه بيأخر دخول الجلوكوز للكبد، تمام. الاي ال اي عبارة عن انتي اكسيدنت، مضاد اكسدة، بيشتغل على انزيمات الكبد وبيشتغل انه يزيد من حساسية الانسولين، يعني التعامل مع الكربوهيدرات، ففي آلية مختلفة تماما عن بعض. البريمو في التنشيف شو رأيك؟ بيعتمد على الجرعة، تحتاج جرعة عالية. هل تنصح تكون جرعة التي ار تي العلاجية لشخص عمره 53 سنة ان تكون الجرعة مقسمة على جرعات صغيرة او مرة واحدة حسب نوع الاستر؟ هلا بالجرعة العلاجية عادة ما بنلجأ للشورت استر، بنلجأ دائما لللونج استر، تمام، وبفضل الجرعة تكون مقسمة خصوصا اذا العمر فوق 50. ايش اعمل حتى ما يوقع شعري في فحوصات او فيتامين؟ للأسف ما في صراحة، اذا عندك وراثة وارد جدا انه يوقع شعرك، لكن ممكن تستخدم البخاخات، ممكن تستخدم فيتامينز، لكن بالنهاية ممكن انه يوقع الشعر. افضل وقت تاخد فيه ايش هو؟ الكليمباترول ولا الكليمباترول؟ الكليمباترول مع الكورس اذا بتتنشف، وقبل الكارديو بفضل دائما او قبل التمرين حسب. حكينا يا اخوان على البريمو. دكتور الصدر العلوي عندي ما عم يظهر مع العلم 8 سنين تمرين متقطع. هلا هو في ناس بيكون عندهم الصدر في عضلة خلاص سبحان الله، يعني هذا الاشي. هلا بنصحك انك انت تصير تدخل يوم الصدر تمرين كتف امامي، تمام، يوم الصدر العب تمرين كتف امامي بيتحسن مع الوقت العلوي، لانه العلوي
مرتبط مع الكتف الامامي، فما تلعبه بالذات الكلوز بيشتغل شوي الصدر العلوي، في فايده صراحه بس بتحتاج وقت. حبيبي احمد نورك. ممكن يتاخذ جي اتش قبل النوم؟ اكيد طبعا ممكن. اطلع عليه وانا مدخن وهرمون فوقه. ممكن تستخدم البيرماجونت اللي هو دواء للكوليسترول، ممكن نضطر نستخدم علاج اذا عندك عالي الكوليسترول، في امور كتير ممكن نسيطر فيها على الكوليسترول. ها مصطفى دكتور فيني دوالي خاصية، بدخل كورس هرمون اول مرة بتأثر ولا لا؟ لا ما بيأثر صراحة، بس المستقبل ممكن تعمل عملية الدوالي وسهلة هي صراحة. كيف تحصل حجم عالي وضخامة؟ شو نسر؟ للأسف ما في سرب الجرعات، بيعتمد على التغذية وتمرينك. يعني اليوم الهرمون مش سحر ولا انه في سرب الجرعات، هي بتعتمد على تمرينك وعلى اكلك وعلى نومك، هدول بالدرجة الاولى. سيستانون بولدينون ونسترول كسايكل ومواد؟ سيستانون بولدينون اوكي، وينسترول ما بشوف في داعي اذا ما عندك بطولة بصراحة. بريمو ضروري افضل التنشيف، كلين باترول ولا الكرناتين؟ اكيد ما اقارن مكمل بمنشطي اول مرة وانا اتمرن من سنوات، شو بتنصح ابدا؟ ما بقدر يا اخوان اتكلم على اشي بالهرمون الا الناس المشتركة صراحة. هذا شباب بعد عنده اسئلة؟ ضل عندكم أسئلة يا شباب؟ حبيبي مساء النور. تحميل الكرياتين 20 جرام للمبتدئين، تبدأ أول 4 إلى 5 أيام، تأخذ 5 جرام 4 جرعات باليوم لمدة 5 أيام، بعدين خلص بتحط الجرعة 5 جرام وتخليها بشكل يومي. هلا ما في شيء يا شباب اسمه أفضل سايكل، كل شخص بيختلف حسب هدفه. تدريب اونلاين موجود يا اخوان ان شاء الله، في ناس كتير بعثت لي بس لسه ما رديت على حدا، ان شاء الله اليومين برد على الناس. بقدر اوقف البي سي تي لو معدلاتي رجعت تمام؟ طبعا اذا رجعت الامور تمام وحللت وما في اي مشاكل خلاص بينتهي دور البي سي تي. كابتن كيف ترجع حساسية المستقبلات للهرمون بعد فترة طويلة من الاستخدام بجرعات عالية؟ اول شيء بدك تاخذ بريك راحة، تعمل بي سي تي صح، وبعديها تعطي فترة للجسم انه يرجع مرة تانية يشتغل. ما هو احسن مكان لحقن الجي اتش؟ هلا ما في احسن مكان، ممكن نحقن الجي اتش بالرجل، ممكن نحقنه بالكتف، ممكن نحقنه بالبطن، كله اوكي بصراحة. بس كل ما قلت نسبة الدهون كل ما كان الاستفادة من الجي اتش افضل، بصير الامتصاص اعلى، لأنه خصوصا بالبطن بتأثر بالخلايا الدهنية. شباب ما في شيء اسمه أفضل سايكل، يعني بيعتمد يا أخوان كل واحد وهدفه، فما فيك تعمم تقول والله هذا أفضل سايكل، ممكن إلك أفضل سايكل غيرك ما يكون أفضل سايكل. عندكم أسئلة يا شباب؟
أي أسئلة يا إخواني؟ تي 4 on bulking ما بشوف ما في داعي للتي 4 بالبلك. شو الهدف منه؟ إذا الأكل بتعمل كارديو ما راح يعبي جسمك دهون، تعتبر طويلة نسبيا، ممكن 20 أسبوع تعتبر طويلة نسبيا. تي 3 نوقفه قبل البطولة يوم أو يومين؟ لا بشوف صراحة أكثر، يعني ما في داعي تخليه لآخر يوم يومين. كابتن التي 3 كيف نقدر نستفاد منه بالكت؟ حسب، يعني حسب أنت شو الهدف من التي 3 وقديش الجرعة، جرعاته ما فيها مزح. كابتن لو أكل دهون صحية وقت أخذ إنسولين عادي أم تعبي فات؟ لا ممكن، وارد جدا يعبي فات. احنا بندخل الدهون الصحية لكن مش مع جرعات الانسولين حبيبي. هل يمكن استخدام التستوستيرون لوحده؟ اكيد. دخل بوتاسيوم محبوب يوم التحميل هاي لها بروتوكول خاص، ما فيك تعمم صراحة، بيعتمد على الأكل، ممكن الأكل يكون فيه بوتاسيوم، ليس بالضرورة يعني تدخل بوتاسيوم، والبوتاسيوم يعني محسوب يعني ما في مزح. مدة استخدام التي 3 بتعتمد كمان، بس عادة بفوت بنفس الطوق يعني بنفس الوقت. نفترض دخلته أسبوعين بطريقة معينة، لازم أسحبه بأسبوعين، ما بصير أوقفه مباشرة. For coaching lifestyle send me message brother send me message. أنا عملت بلك والحين أبي أنشف، عادي أخلي سعراتي عالية وأزيد الكارديو على فترتين؟ ممكن، بس أنت عشان تنشف محتاج تعمل عجز بالسعرات، تمام؟ فهذا احسبها يعني حطها بعين الاعتبار، لو عجز بسيط بالبداية بالتدريج. هلا ممكن انه الكارديو المرة الثانية يعمل لك العجز، اذا كان تمام اوكي، اذا كانت سعراتك ثابتة وعلى حساب الكارديو صار العجز. كابتن شو بتنصحني وقت الضخامة وقت السايكل فترة البولكينج؟ الاكل ما تهمل الكارديو، خلي حتى بالبولك اعمل كارديو لو بسيط، يعني كارديو قليل، هذا جدا مهم، والتمرينك يكون شدته ممتازة. كابتن هل عادي نخلط الجروث مع الانسولين؟ لا بفضل كل واحد لحال، ما في داعي خلط الجروث مع الانسولين، ما لها معنى بصراحة، تمام؟